عزت. يا عم ابراهيم، في حدا فات على المركز وكسره. تعال عندي يا ابني. يلا عمي انا جاي لعندك فورا. علفاء ولا لسه؟ لا تشغلي بالك، لساته نايم. دكتور طلب انه يشوفكم وانا كنت جاي مشان اخبركم. بخير، شو بده الدكتور؟ صدقوني ما بعرف شو بده. تفضلوا. عمي انت منيح؟ انا ما فيني شي، بس الاغراض جوا كلها مكسره. يا ريت لو كنت معك. طيب انتو ما شفتوا شي؟ لا والله يا اغا. مو مشكله، طمني انت منيح؟ منيح، ما فيني شي. زهرة حبيبتي، ليك يونس اجا مشان يشوفك. كنت متمني اجيب لك معي اي شيء، بس ما معي مصاري بنوب. خلص بكفي انك اجيت. شو صاير معك؟ عيونك حمر مثل الدم ومورمين، تشبهي الأبطال اللي بأفلام الرعب. على أساس حالتك أحسن؟ إليك شعراتك كيف ناكشهم بضحكوا. بتطمني يمكن ما يضايقوها لأختك عندهم. لك رفيف ما بتقدر تعيش بالقصر، ومن لما توفيت المرحومة أمي ما عم تحكي أصلا. طيب وشو رح تعملي؟ رح حاول جيبها لعندي. أنا ما بدي نفترق عن بعض ولا يوم. يا أولاد اتصلوا فيني ومضطر أروح على المركز هلأ. ما رح طول. ماشي حبيبتي؟ صاير شي معهم؟ ما تشغلوا بالكم، بس في شوية تحضيرات، رح روح وارجع فورا. تمام؟ ايه تمام. لو بتقدر تحكي كنا اتصلنا فيها وخليتك تسمعي صوتها. حتى لو كانت بتقدر تحكي أكيد ما رح يسمحوا لها تحكي معي أصلا. كثير مقهورة، خايفة إني أخسر أختي كمان. ليش هيك قلقانة زمرد؟ إن شاء الله ما في شي. طلب يشوفنا هيك فجأة، أنا كثير خايفة على علي. أهلا وسهلا. أهلين. عيلة علي كيرمان ما هيك؟ إيه مزبوط. تفضل. الله يخليك يا دكتور. اللي شو وضع علي؟ في شي مو منيح لازم نعرفه مو؟ لا بالعكس، في عندي أخبار كتير بتفرحكن. دققت بنتيجة فحوصات علي، والحقيقة أنا وباقي الدكاترة اللي عنا شفنا أنه علي رح يوقف على رجليه من جديد. عن جد؟ اللي عم بسمعه حقيقة ما؟ علي رح يقدر يرجع يمشي على رجليه؟ احتمال هالشي مو 100%، بس إذا هو عنده الرغبة في احتمال ننجح. نشكر الله. علي شو صار لك انت؟ ليش جابوك على المشفى؟ احكي إلي لتكون ما عم تاكل.
لأنك خسرتني. أنا كمان وضعي سيء عن جد، هي مانا حياة بتنعاش، طول الوقت صفنانة. نحن مو على أساس ما نفترق؟ شو اللي صار يا علي؟ أنا ما قلت لك هلأ وقتها، هلأ صار لازم أقول لك إني موت عليك وبحبك. لحظة إذا بتريدي، انشغل بالي على مرتي وبدي اطمن عليها، هي عند الدكتور هلأ. الدكتور طلب اسحب دم من مرتك، ايه؟ لف على اليسار لآخر الكوريدور وهنيك رح تشوف غرفة سحب الدم وعنده نسأل. يعطيكي العافية. من وقت ما افترقنا النوم مجافيني يا علي، فداك النوم. المهم تكون بخير، حتى لو أنا ما كنت معك، المهم تكون منيح. الله يوفقك. كون منيح. أنا كنت عم دور على مرتي سونا. راحت، صار لها شي ربع ساعة طالعة من هون. يعطيك العافية. الله يعافيك. سونا وين كنتي؟ شغل بالي عليكي. معتي كانت عم تلعي ورحت على الحمام. معقول رحتي لحالك؟ كنتي نادي لحدا يساعدك؟ والله ما خطر ببالي. يلا خلينا نروح على الغرفة، ماني قدراني وقف على رجلي. متضايقة لأني خيبت ظنهم كلياتهم فيني. ما قبلت اتطلق من علي. علي اتضايق والآنسة ملك كانت مقهورة كثير مني. ما حدا عم يقدر يفهم علي منهم. أنا فهمان عليكي. حسرتك على الناس اللي بتحبيها وتفكيرك إنه ما عاد تشوفيهم مرة تانية بحياتك، أنا بعرف هالشي شو معناته. ما عندي القوة لحتى أتحمل، ما في عيش من غير أختي رفيف. إيه بعرف. زهرة، إذا هلأ قلتي إيه، في طريقة لنهرب رفيف من عندهم. يا روحي، هالبنت المسكينة نامت من التعب. كل الناس كانوا ناطرين الافتتاح ليبعتوا أولادهم، شو رح نقول لهم هلأ؟ ما بعرف. انت مالك مجبورة تقولي أي شيء لحدا، كل اللي صار كم غرض وانكسروا، ولسه رح تمشي مثل ما اتفقنا. الناس هون متعودين على هالقصص، قد ما تأخرنا رح نفتح المركز. ايه أنا معك، بس شو الضمان؟ يلي ساوى هيك ما رح يخلي القصة تمر على خير، رح يرجع يدخل مرة تانية، أكيد ما رح يتركنا بحالنا.
بتوقع هالشي. اصلا هو عمل هيك مشان يخوفنا. وانا هيك حاسس. الزلمة اللي كسر المركز كان هون لما دخلت. لو بده كان فيه يقتلني، بس هو ما اذاني حتى. عمي شو قصدك تقول؟ انه اللي كسر هالمكان حدا تاني؟ اهلا وسهلا يا عمري، انا وابوك من شوي كنا بسيرتك. لاني ابن حلال. عزت أخذ غراضه وراح، وعلي أصلاً مانو موجود. هلأ صار الوقت المناسب لألا. كيف يعني؟ خلينا نفرح فيك أنت ودلا. كلهم كسروا كلمة أمي وما طاوعوها، هلأ إجا دورك لتثبت ولاءك لألا. وإذا بتستعجل وبتجيب لها ولد ليحمل اسم العيلة، وقتها خلص ما حدا بيقدر يوقف بوجهنا. كيفك هلأ؟ يعني أحسن، بس دايخة ومعدتي عم تخبط. مو بعيدة لعية النفس تستمر لشي شهرين. شو القصة؟ خير دكتور؟ زوجتك حامل، مبروك إن شاء الله. شو زهرة؟ وينو يونس؟ راح؟ ايه راح، من شوي. بعرف إنه اليوم ضغطت عليكي زيادة، بس كل اللي كان بدي إياه إنه تخلصي من القيود وتقدري تعيشي أحلامك. خيبتلك أملك. اليوم أنا كمان ضايقتك كتير، وبوعدك إنه هالموضوع ما رح يتكرر لو شو ما صار. يا روحي أنتي، انتي ما خيبتي اللي ظني فيكي ولا بأي وقت. زهرة بتعرفي شو؟ في إحساس غريب جواتي كان عم يقلي إنه حيصير هيك. صدقيني حسيت بهالشي. اليوم كان كله تعب من أوله. يلا خلينا نقوم، وأكيد بكرة رح يكون أحلى بكتير. ماشي حبيبتي؟ يلا. بدك ياني نام عندك بالغرفة؟ مثل ما بدك بنام.
كيف رح نقدر نفوت على القصر؟ ولا يهمك بنفوت. أهلا وسهلا زهرة خانم، تأخرتي كثير بالسهرة. فوتي. شو هالقصر اللي إلهن هاد؟ شلون بدنا نعرف هي بأنو أوضة؟ بقدر اتوقع بأي أوضة ممكن تكون موجودة. تعال معي لقلك. استني شوي، متأكدة إنه هي هي الأوضة؟ ايه متأكدة. شبك حبيبتي؟ ليش فقتي؟ لا تكوني عطشانة بنتي. تكرمي يا روحي، لا تقومي من تختك انتي. ارتاحي اختي، انا اجيت لاخذك. رح نروح من هون. يلا. يلا شبكوا، استعجلوا. يلا جايين. خالتي خلينا نطلع من القصر ونهربها لو سمحتي. لوين رح تاخديها لهالصغيرة؟ رح يلاقوكن أكيد. بس يمكن كمان ما يلاقونا أبدا. الله يوفقك. طيب مدام هيك خدي أختك وروحوا بلا ما يجي حدا. يلا روحي، استعجلوا روحوا. وقف هون، استناني عندك، أول ما بخلص شغلي برجع. شكراً خالي فاطمة، ما رح انسالك هالشغلة. زهرة، هل أحدا بيفيق؟ أهل القصر بعد شوي رح يبلشوا يفيقوا. الله يوفقك أنتي وأختك. يلا حياتي تعي.
يلا يا روحي انت، يلا روحي ما اخذك. ايوه هلا يونس، لوين بدنا نروح؟ رح نكون احرار. صباح الخير يا خانة. شو كنتي عم تعملي فاطمة؟ شوفي قديه صارت الساعة ولسه لهلا ما جهزتي الفطور. كنت تعبانة كتير وراحت علي نومي، هلا بروح دغري بجهز الفطور. فاطمة مريضة أنت؟ وشك مصفر كتير. لا أنا منيحة. لسه ما فاقت رفيف ما هيك؟ إيه وليش لا؟ أكيد هي وأختها بحياتهم ما شافوا الراحة ببيت أهلهم. أنا رح فيقها، ما رح أتركها تنام بلا ما تتعود على التنبلة من أولها. اتركيها بهي خانم، المسكينة بكيت كتير قبل ما تنام. شو قصة الحنية اللي صايرة عندك عم تدافع عنها فاطمة؟ خير؟ هي لساتها طفلة لهيك بيجعني قلبي عليها. ايه لا تكبري القصة بهي. يلا خلصونا ساعديها لفاطمة وجهزونا الفطور بسرعة. يونس صار فينا نرتاح شوي؟ شو تعبتي رفيف؟ وأكيد جوعانة كثير ما هيك؟ بس هون مستحيل نقدر نلاقي شي يتاكل. مين قالك؟ بتعرفي إنه الأكل بالطبيعة له طعم تاني؟ مو ناويين تقعدوا؟ يلا عادي هون رفيف. بدكن تدبروا حالكن لأنه ما في عنا شاي. تذكرت هلأ لما رحنا على اسطنبول أنا والأنسة ملك وفطرنا مع بعض؟ شو حلو كان وقت الجرسون فكرني إني بنته. بيكونوا هلأ أكيد حسوا على غيابنا. برأيي نحن لازم نقوم، إذا عرفوا فينا رح يطلعوا ويدوروا علينا، لهيك استعجلوا. شو رح يعملوا وقت يحسوا علينا؟ زهرة؟ شو هالقصة؟ مو معقول رجعتي ورحتي على القصر؟ خدي هي رفيف، أنا ماني قدرانة لأنه مبارح الأنسة ملك طعمتني كتير وشبعانة. خدي ماني حاسة بالجوع. يلا كلي يا أنتي حبيبتي. يلا نحن صار لازم نقوم. طيب نحن إمتى رح نسافر على اسطنبول؟ بدنا نضل هون كم يوم لسه، إذا رحنا دغري على الكراج رح ننلقط. وين رح ننام يا ترى؟ بالقصر تبعي. ايه
عدنان لسه ما صحي لهلا؟ قليل ما عم يتعب يا حرام، وقته كله راكد ورا الشغل، مو مثل عزت تارك شغله راكد ورا هديك. أخي عزت ما بيركض ورا حدا بالمرة. نحن هيك كنا مفكرين، بس اللي عمله أخوك بآخر فترة ما حدا بيقدر يفهمه. بعد ما فرحنا برجعت بابا بعد كل هالوقت، هلا أخي عزت مشي، هالشي بيقهر مو؟ يلي بيحب يضل معنا بالبيت أهلا وسهلا، بابنا مفتوح إله، أخوكي هو اللي اختار إنه يتركنا. من وقت ما كان صغير ما كان يتصرف إلا اللي براسه. إيه غانم. مري أمي. اتصل بجمال اطمن شو صار معهم واسأله أين تراجعين. حكيت معه أمي، قال لي رح يخرجوه لعلي اليوم، لا تاكلي هم، من هون لكم ساعة بيرجعوا. وقت حكى الدكتور وبعت ورانا، بصراحة أنا خفت وفكرت إنه في شي مو منيح. أمك ما عرفت تحكي من كتر الخوف. الدكتور صار يضحك وقالنا في عندي خبر حلو، ابنكم رح يقدر يوقف مرة تانية، وقال إذا عنده رغبة رح ينجح. رح نجي كل يوم مشان العلاج الفيزيائي، صحيح هالفترة رح تتعب كتير بس بالآخر رح تمشي بإذن الله. خلص انسو. شو؟ شبك ليش هيك عم تحكي؟ الدكتور قال إنك رح تقدر توقف على رجليك. تذكري قديش تعذبنا ورحنا واجينا من قبل، ما خلينا مشوى وما رحنا عليه. تذكروا قدرت ارجع امشي، وهلا اذا بتفائل وما بيمشي الحال الوجع ما رح اقدر اتحمله، ما رح اقدر اتحمل هالشي بنوب. بس ما بتعرف بجوز هالمره تنجح. بابا انا ما رح ارجع على المشفى. شو جاهزين لحتى نمشي؟ جاهزين عزات. انت عم تدوري على حدا؟ ايه عم دور على زهرة، يعني توقعت تكون اجت لهون. قلتي زهرة ما هيك؟ لا زهرة ما اجت لهون ابدا. طيب معقول تكون دخلت بدون ما تشوفها؟ أنا من امبارح المساء واقف هون، لو اجت كنت شفتها يا خانم. طيب شكراً كثير لك. عفواً. وقف 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 وقف. شو بدك يعني نطلع بسيارة واحد غريب ما بنعرفه؟ أحسن ما يمسكونا هنين. قلبي مو مطمن أبداً. وقف وقف وقف. المشكلة المكان بعيد كتير، وإذا بدنا نروح مشي رح يلحقونا أكيد. يا الله، طب مين رح يطلع معه أولاد ما بيعرفون؟ شو رأيك تشارطي؟ استني وشوفي. وقف وقف. ايوه وقف 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 معلم. شفتي زهرة وهي وقفوا لنا. وين زهرة؟ شو بيعرفنا؟ أصلاً هي ما عاد مسمح لها تجي لهون. بدها تشوف أختها، أنا متأكدة إنه أجت لهون. قولوا لي وين خبيتوها؟ لا تعيطي والزمي حدودك. ليش لنخبيها؟ شو بدنا فيها؟ زهرة؟ طلعي فيني. بتروحي من هون لحالك ولا بطلب لك الشرطة؟ ما هي؟ روحي وتأكدي إذا رفيف بأوضتها. رفيف مانا بأوضتها. وين بدها تروح؟ طفلة بعمرها لوين بدها تروح لحالها؟ فاطمة ما بتعرفي وين رفيف؟ شوفي فهموني شو الموضوع.
زهرة ورفيف اختفوا وما بنعرف وينهم. دوروا بكل مكان بهالبيت، يلا بسرعة. انتوا اخوات ما هيك؟ لا البنات اخوات، بس انا رفيقهم. غريبة، مع انه البنت الصغيرة بتشبهك شوي. لوين طريقكم؟ رايحين على كيراز. كيراز ما؟ بهذا الطقس ما بيلتقى فيها حدا. شو رايحين تعملوا هنيك اه؟ من اي ضيعة انتوا؟ ساريان. معناها هدول من عنا. يونس طلع على منظر الشجر يلي هنيك، ما احلاه. ايه عن جد كثير حلو. ايه كثير. هلا عرفت مين انت. انت بتكون يونس ابن حسن اللي ضاع من زمان. من اول ما شفتك وانا عم اقول انه بعرفه لهالولد من قبل، مع انه اهلك لهم زمان منتقلين من الضيعه. علي الله يرضى عليك، لا تستعجل بقرارك، فكر شوي. امي مشان الله فهموني، انا ما بدي ارجع اتامل على الفاضي. علي انا راح اجي معك، فرض انك جربت وما مشي الحال، هذا الشيء ما لازم يخليك تستسلم، لازم يقويك اكثر ويخليك تضلك تحاول لحتى تنجح. عم تفهم؟ خلونا نروح على البيت وهنيك بنقعد وبنتناقش كلنا سوا بخصوص هذا الموضوع. أنا في شي لسه ما خبرتكم إياه. خلص تركت القصر. شو؟ ليش تركت القصر عزت؟ هذا هو الحل الأنسب. يعني أنا ما رح أقدر أشوف الشي اللي عم يعملوه وضل ساكت عنه، وست لورين ما رح تقبل أتدخل. رح نتخانق وما رح نوصل لنتيجة. لهيك لقيت الأحسن إنه روح. بس أنت هيك مو بس عم تترك البيت عزت، جرب كله بيهون. لا تقلقي امي، كل اللي بدي اياه منك ومن ابي انكم ترضوا علي وتدعوا لي، وهالشي بيكفيني. بدي افهم وين اختفت هالبنت هيك، وين ممكن تكون راحت يعني؟ ما انا بقضيت اخي عزت كمان. شو يعني شقت الارض وبلعتها؟ هي فاطمه ليش واقفه عم تصفني بالارض؟ روحي دوري عليها. حاضر. استغفر الله، من امبارح لهلا ما شفت حدا من البنات، لا زهرة ولا رفيف. من امبارح المساء انا واقف هون ما شفت حدا فيهم. روح اطلع من قدامي يلا. ملك لو سمحت لا تكوني انت اللي مهربتيهم من هون. عفوا شو قلت؟ ليك اسمعي ملك، اذا انت عامله هالشي لترجعي زهرة ورفيف لبعض تراجعي احسن، والا رح تتورطي كثير. لو لقيت طريقة رجعهم لبعض ما كنت نطرت، بس عن جد ما بعرف وينهم. رفيف مانا بالبيت، دورنا بكل قرنة. بنت بعمرها لوين بدها تكون راحت؟ فهموني. أكيد هي لعبة من ألاعيبة وجاية عم تمثل علينا إنه ما بتعرف شي. انتبهي على كلامك، أنا عن جد ما بعرف وينهم، وبدل هالحكي لازم نروح نلاقيهم. إذا بتطلعي أنت ورا هالقصة راح تكون نهايتك هالمرة. اترك إيدي، شو عم تعمل؟ عم اقول لك اترك بقى. ما رح اترك. شو عم يصير هون؟ ملك شوفي زهرة ورفيف ضايعين ومو مبين لهم اثر بنوب. نحن كمان منجي لهون كتير، منقضي النهار كله من الصبح للمساء، وامي بتجيب معها اكلات طيبه. لك خلصنا بلا حكيك الفاضي هلا، اصلا هذا اللي شاطر فيه كتر الحكي. انا صار لازم لف على اليسار، اذا بدكم توصلوا بسرعه لازم تنزلوا هون. طيب نزلنا. يلا رفيف قومي اختي وصلنا يلا. شكرا كثير لكم، يلا انزلي. الله معكم. يسلم.
ألو كمال، أنا مجدي، بس لو تعرف مين كان معي. يونس تذكرته؟ لك يونس ابن حسن ما غيره. يونس عن جد تعبنا، لسه رح نمشي كتير. يلا وصلنا. طيب قلي نحن كيف بدنا نسافر على اسطنبول؟ ما معنا حق البطاقات. مندبرهم. استنى يونس وقف، قصدك بتدبرهم مثل ما كنت تعمل؟ أكيد ما رح تجيبهم بنفس الطريقة، ما رح ترجع تسرق ما هيك؟ اطمن ما رح أعملها. يلا امشوا، بيكونوا عم بيدوروا علينا. يلا يلا. كيف يعني ملك؟ زهرة ما كانت عندك بالبيت؟ بس الصبح لما فقت ما كانت موجودة، قلت لحالي أكيد بتكون إجت لهون. اسمعوا الكذب، اسمعوا لنشوف عمايلك لوين بدها توصلنا. لسه حتى لو أبوكي نائب عام بنت لك وما بسأل. خلاص غانيم، أصوروا الموضوع. تعالي ملك، يلا امشي، خلينا نروح من هون. اطلعي بالسيارة. ملاك، انت لك علاقة شي بهي القصة؟ شو عم تقول انت عزت؟ انت كمان مثله مو مصدقني؟ مو قصة ماني مصدق. لو كنت انا مهربتهم كنت اكيد رح اخذهم ونروح على اسطنبول، مستحيل ابقى هون. لوين بيكونوا راحوا البنات يا ترى؟ عم شلونك؟ انا منيح. يونس معك يا ابني؟ لا ما شفت اليوم في شي. فقت الصبح وما لقيته، وما راح على المركز لهلا كمان. انشغل بالي. لا تتعب حالك وتدور عليه، على اغلب يونس هرب مع البنات. واخيرا وصلنا. هاد قصرك اللي حكيت لنا عنه؟ شو يا؟ ما عجبك؟ هو بصراحة حلو كتير، بس باينته كتير كبير علينا ما هيك؟ يعني خايفة نضيع هلأ عن بعض وقت نفوت لجواته. ما بدكم تشوفوه من جوا؟ خلصوني. نزلته؟ ايه هون بهذا المكان، كان رايح على كيراز ومعه بنتين صغار كمان. متأكد انه هو يونس ابن حسن؟ ايه طبعا متأكد، انا ما بحكي شيء اذا ما كنت متأكد. ما شفتنا ولا خبرتنا بشيء. يلا تحركوا. معلمي انت ليش خبرتهم؟ اذا مسكون رح يقتلهم. كم مرة قلت لك لا تتدخل بشي ما بيخصك ولك؟ اطلع. حركوا لشوف، بتدوروا تحت كل حجر بهالمنطقة، وبس لتلاقوه بتجيبوا لي اياه. اليوم لازم نقتله ليونس. تحركوا انت وياه. كيف لقيتو؟ معك حق، بعترف انه شوي وسخ وضيق. قلت لي شوي بس؟ بصراحة وسخ كتير وصغير كمان.
وإذا منضل هون لفترة أكيد الفيران رح يأكلونا، بعرف. رفيف عم بمزح. من زمان لما هربت من البيت بقيت بهذا المكان أسبوع لحالي. ما بيهم المكان يلي نحن فيه، المهم إنه هربنا وصرنا سوا. Thank you.